في قائمة الحوادث المختلفة خلال 48 ساعة الأخيرة، إرهاب الطرقات كالعادة في الصدارة مخلفاً 18 قتيلاً عبر مختلف ولايات الوطن. فيما يخص حوادث المرور، دائما خلال 48 ساعة الأخيرة سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 18 أشخاص رحمه الله وإصابة 491 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة شفاهم الله. أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية إنقزام بوفاة 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح على إثر انقلاب وانحراف سيارة نفعية على مستوى الطريق الوطني رقم 1 على بعد حوالي 150 كيلومتر من ولاية تمن راست. الحصيلة الأخرى الثقيلة سجلت على مستوى ولاية سعيدة بوفاة 4 أشخاص وإصابة 1 شخص آخر بجروح على إثر اصطدام بين السيارتين على الطريق الوطني رقم 6 ببلدية سيدي أحمد دائرة عين الحجر ولاية سعيدة. القطارات هي الأخرى تشهد حوادث متكررة، آخرها حادث انحراف قطار بولاية أم البواقي على متنه شحنات الوقود. ظاهرة حوادث المرور في تزايد رهيب، فلا تزال طرقاتنا تحصد الأرواح في ظل غياب الوعي المروري وتدهور شبكة الطرقات.